سؤال حلقتنا النهارده على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بأون تايم سبورتس وبرنامج ملاعب الابطال، من اللاعب المعتزل اللي كنت بتتمنى وجوده ضمن منتخب الكره الطائره في الوقت الحالي؟ خلينا استعرض مع حضراتكم سريعا بعض ردود الافعال من متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي. هبدا مع يوسف مراد بيقول مساء الخير عليك يا محمد. مساء الخير عليك يا يوسف. بيقول طبعا كنت اتمنى وجود الكابتن طارق الغنام والكابتن سيد شحاته وتحياتي ليك. طبعا طارق الغنام لاعب محترف في النادي الاهلي في الباسكت بول، يمكن اختلط على الامر على يوسف، بس تحيه طبعا للكابتن طارق الغنام ونتمنى وجوده ايضا في الوقت الحالي في كره السله. صيام رمضان بيقول تحياتي ليك يا محمد، كنت اتمنى كابتن طارق الغنام. برضو في اجماع على الكابتن طارق الغنام والكابتن سيد شحاته والكابتن نور عطيه. طه حسين بيقول مساء الخير عليك يا محمد. مساء الخير عليك يا طه، انا اتمنى مشاهده الكابتن صالح فتحي كابتن الزمالك. محمد العبد تحياتي لحضرتك من بلدنا ميت مسعود، تحياتي لكل اهل ميت مسعود. كنت اتمنى الكابتن نور عطيه. ومصطفى فهمي بيقول طبعا كابتن طارق غنام. يا جماعه يعني طبعا متابعينا كويس ان في تفاعل، ولكن كابتن طارق الغنام احد نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر في كره السله. عمرو محمود بيقول مساء الخير عليك كابتن سيد شحاتة والكابتن محمد مصلحي وتحياتي من الفيوم. طبعا بحييك وبحيي كل أهل الفيوم. طبعا دي كانت ردود أفعال متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي. كان في إجماع على بعض اللاعبين بيتمنوا طبعا متابعينا أن هم يكونوا متواجدين في الوقت الحالي في الكرة الطائرة.